السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد على قناة جوزيف سيف. درسنا اليوم وطريقة زيادة المتابعين، وذلك عبر اتباع الشروط التالية. كل ما عليكم فعله هو الذهاب إلى الريسيرش وكتابة هذا اليوزر VIPGV، وبعد الدخول إلى هذا البروفايل تضغط على فولو، ثم بعد ذلك تنزل إلى الأسفل، تذهب إلى هذا المنشور 63 جوزيف سي فولو مي، تضغط لايك، تذهب إلى كومنتات، تكتب تم، تم البوست، ثم بعد ذلك ترجع إلى الوراء وتذهب إلى هذه الثلاث نقاط، تضغط على send profile as message، تضغط send إلى أن ترسل هذا البروفايل إلى هؤلاء الأشخاص. هذا هو الشرط الثالث كما ترون، تضغط على دون، ثم بعد ذلك تذهب إلى هذا المنشور الذي ستجدونه هنا في الأسفل، تضغط هنا على هذا الشكل، تضغط لايك، ثم تضغط شير، اد بوست تو يور ستوري. ثم بعد ذلك تعود الى الخلف وتذهب الى البروفايل الخاص بك. عند الدخول الى البروفايل تعمل ريفليش، تتأكد انه تم تفعيل الستوري بنجاح، وها أنتم ترون كيف يزداد المتابعون لديكم. ليس هناك أي كذب أو بوتان، كل ما عليك هو تطبيق هذه الشروط وستحصل على هذه النتيجة التي تراها في هذه الفيديو. انظر كيف يزداد المتابعين بطريقة جنونية. انظرون المتابعين كيف يزدادون. وبالمناسبة لا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وقد بالمناسبة قد سبق لي وأن نشرت هذه الطريقة في السابق، وقد تلقت إعجاب الكثير من الزوار على قناة خاصة بي، وقد توصل العديد من الناس بالمتابعين، وليس هناك أي كذب، وطريقة مجربة 100%. سندخل الآن إلى البروفايل ونعمل ريفليش من 141 141، سيتحول العدد إلى 197، ولازال العدد في تساوي.